15 فائدة للقرفة السحرية لنستمع معا. أولا، مفيدة لأمراض السكر وينظم مستوى السكر في الدم، يعمل على خفض نسبة السكر من 18% إلى 29%، ويسمى الدارسين، وهو مصدر المنغنيز والكالسيوم والحديد، ويحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة. يقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية، ويمنع تلف الكولون وهو مصدر رئيسي للكالسيوم، كما يقلل الكوليسترول لوجود الكالسيوم والألياف والدهون الثلاثية، ويحسن الذاكرة والإدراك، وتجلو البصر، يحسن الدورة الدموية، يساعد على منع تجلط الدم، مضاد للالتهاب والمفاصل، مضاد للبكتيريا والفطريات، علاج لمشاكل الجهاز التنفسي، يعالج نزلات البرد، يساعد في الهضم ويساعد على إزالة الغازات، يخفف وجع الطمس، علاج لوجع الأسنان، يقوي المناعة، يزيل رائحة الفم، وعلاج للصداع، ويقلل من التهابات المسالك البولية. تناولها مع ملعقة عسل عند الريق يوميا مرتين.